بطبيعة الحال باسم الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الحياة، الحق في الصحة، ارتئينا أنهم بعد هذه الأزمة ديال كلية الطب مع الوزارة المعنية أننا نخرجوا بواحد البحث ميداني اللي يعني خدينا فيه جميع الآراء ونقترحه على الوزارة وعلى اللي يهتموا بهذا الشأن، وتتمثل في أنه فعلا يعني سنوات التلقين في كلية الطب هما كبار وكيمتدوا أكثر من 7 سنوات، فممكن أنه طالب كلية الطب يدوز 8 أو 9 سنوات باش يتخرج ويحصل على دبلوم طب العام، وممكن أنه يدير 15 سنة باش يكون اختصاصي، وهذه المدة في حد ذاتها مدة كبيرة وتتطلب واحد العمل واحد المجهود شاق باش الإنسان كيسالي. فالتفكير في النقص ديال السنوات تفكير في محله، ولكن ما يكونش على حساب السنة اللي كيكون فيها الطالب يعني في المستشفيات من أجل التلقين السريري، وما تكونش على الكفاءة العلمية والكفاءة اللي كتجعل من الطبيب انه واحد الانسان اللي غادي يتحمل المسؤوليه ديالو. بطبيعه الحال كاين امور اللي ممكن نشتغلوا فيها ويشتغل فيها الوزاره، وهي داك الامتحانات اللي كتعطل الطالب، والدكتوراه اللي كيمكن يبدا فيها حتى السنه الاخيره، وهذا الشيء يعني، واماكن الستاج اللي بعد الخطرات كيكون فيها الاكتظاظ، وهذا الشيء كله كيخلي ان الطالب كيتعطل بواحد السنة ولا بواحد السنة ونصف. ويمكننا الاشتغال على طرق بيداغوجية جديدة ماشي ديك الطرق القديمة، وكنظن بأنه ممكن نوصل للحل مع الأساتذة الجامعيين ومع الطلبة، بأننا كيف ما كان الحل، لأن الهدف نتفهم الهدف ديال الدولة وهو تسريع تخرج الأطباء باش يتماشوا مع مطالب المنظومة الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية، ولكن ما يكونش على حساب التكوين. العكس، أي طالب راه كيدير واحد 8 سنوات و7.5 وأكثر باش كيتخرج، فممكن هذيك السنة اللي كتزادو نلعبوا عليها باش نحيدوا كاع الظروف اللي كتعطل الطالب، لا الدكتوراه ولا الامتحانات ولا لي موديول في الامتحانات، 4 لي موديول اللي كيدوزوا كل 6 أشهر واللي لا يرسب فيهم الطالب ممكن ينتظر 6 أشهر أخرى. فهذا ورشات عمل اللي هي ممكن أنها تخرج عدد الأمور، ولكن باش تمشي السنة بيضاء وما يرجعوش طلب العمل ديالهم والقراءة ديالهم، فهذه سابقة في المغرب وما خصها شي. توصل بينا لهذه الأمور اللي هي لا تحمد عقباها، وبأنه دور رجوع الطلبة للعمل ديالهم والقراءة والتلقين والتدريب السريرية هو أمر مستعجل وضروري.